وينضم إلينا للمزيد من التحليل من حيفا سيد أمير محول الباحث في الشؤون الإسرائيلية. سيد أمير، أهلا بك معنا. يعني في البداية، دلالات هذا القرار وتأثيراته إسرائيليا، وأيضا ما مصير مشروع نتنياهو في ظل ذلك لتعديل السلطة القضائية؟ اهلا بك وبالجمهور الكريم. امير مخول مش مخول. بدون شك انه في هناك قلاقل بدات تتضح في حكومه نتنياهو وفي الائتلاف الحاكم، بمفهوم انه التعامل معها، اولا انتهت حقبه نتنياهو الرجل القوي الذي كان قبل عقد من الزمن، وانتهت ايضا فكره انه هذه الحكومه متجانسه، هي الحكومه غير متجانسه، يجمعها ولا توجد ثقة بين مركباتها، يجمعها أمر واحد وهو المصالح، وبالذات من حزبي أو ثلاثة أحزاب الصهيونية الدينية وحزب الليكود وشاس والمتدينين الحديثين. ما يؤكده الوضع الجديد أن هذه الحكومة غير قادرة تطبق أولا بشكل فعلي ومتناسق الخطوط العريضة التي قامت عليها، وما جرى في بالنسبة بالصراع بين سموتريتش ووزير الأمن هو صراع جدي وليس شكلي. ومن اللافت أيضا أنه هذا ما تطرق له سوليفان، جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي في زيارته الحالية للبلاد، أنه حاول يفحص مدى يعني ما هي خطوط الحكومة التي ستسير عليها في مسألة الخيال الأحمر، في مسألة المظاهرات، وفي مسألة درع أبدأ اهتمام. وما نطق بنتنياهو غير صحيح، لأنه الموضوع الأساسي الذي يشهر الرأي العام الإسرائيلي هو ليس إيران اليوم، وإنما القضايا الداخلية. إسرائيل تغوص في داخلها وتغوص في أزمتها، وهناك أزمة كبيرة، أزمة حكم وأزمة سياسة، وتتحول إلى أزمة دولة، لأنها ستنعكس على الأمن وعلى الاقتصاد وعلى قرارات استراتيجية من شأنها أن تغير الوضع. طيب، في إسرائيل. طيب سيد أمير، كيف يمكن أن يكون مستقبل الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو في ظل مقاطعة أعضاء حزب الصهيونية الدينية لهذا الاجتماع؟ يعني هي مظاهرة اليوم رأيناها، هي كانت مظاهرة من حزبي الصهيونية الدينية في المقاطعة. السبب الرئيسي كان هو الصراع على صلاحيات وزير الصهيونية الدينية المتواجد في وزارة الأمن، وايضا على صلاحيات على قضيه الخان الاحمر والسعي الى هدمه مقابل البؤره الاستيطانيه اور حييم اسمها، على اسم راف دروكمان. فالصراع كما يبدو سيتعمق، لكن الصهيونيه الدينيه ترى بانها لن تعود الى الحكم كما يبدو، وترى المظاهرات وترى الاجواء في داخل، وترى موقف الدولة العميقة ما يسمى منها والتي تصطدم به. طيب، وهي تستعجل الأمور كي تقوم بتمرير ما أمكن من قرارات، وكذلك نتنياهو يعي ذلك، لأنه ما لا يستطيع أن يمرره في هذه المرحلة من إجراءات قانونية ودستورية وتغييرات لن يستطيع مستقبلا وستكون الأمور أكثر، خاصة أنه يفقد نوعا ما ثقة جمهور درعي، جمهور حزب شاس، بعد إقالته له، لأنه لم يدافع عنه ولم يسعى إلى الحفاظ عليه لحد الآن. وهي قضية كما يبدو ستكون فيها شرخ بين اليهود الشرقيين واليهود الأشكناز المسيطرين. عند قراءة التداعيات سيد أمير، هل ذلك وما حدث سيؤدي إلى صدام برأيك بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية في إسرائيل؟ يعني الصدام قائم بشكل حاد جداً، قائم على مستوى يعني الإجراءات القانونية، يعني تغيير لجنة انتخاب القضاء، تغيير وضعية الاستشارة القانونية للحكومة، تغيير تركيبة المحكمة العليا وعدد سنوات القضاء، وقد يستقيل، هناك مطرح يعني مطلب أنه يستقيل جميع القضاء، لكن الصراع الأساسي هو حول أنه الحكومة تسعى إلى أنه التخلص من كل الكوابح التي يمكن أن تحد من إجراءاتها، عندها يكون كل وزير يقوم بتنفيذ سياسته حسب أيديولوجيته وعقيدته وبشكل مباشر من خلال الوزارة المنضوية تحته، سواء من خلال الشرطة عن طريق بن كفير، أو من خلال الجيش عن طريق نوعا ما والعلاقة مع السلطة الفلسطينية من خلال سموتريتش، أو من خلال يعني وزارة الداخلية والأسرة والسجون.